السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جو موقع متميز، بيديك فرصة إن أنت تجرب كل الشات بالذكاء الاصطناعي، كل المواقع اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي LLM، تقدر تجرب عليه مثلا كلاودي، شات جي بي تي، جيميناي، حاجات كتيرة جدا تقدر إن أنت تجرب عليها. يعني تقريبا كل المواقع اللي الواحد بيسمع عنها موجودة هنا وزيادة. تمام، في حاجات متخصصة مثلا في الترجمة، في حاجات متخصصة مايند بوت، في حاجات خاصة بالألعاب، في حاجات خاصة مثلا بالباوربوينت، في حاجات خاصة بالادفايس، في حاجات فاني بجربها ان شاء الله. تمام، زي ما انت شايف كل شوية بتلاقي موقع جديدة تنزل فيه. يعني الكلاودي 3.5 ده لسه نازل امبارح، فهم اضافوه في نفس اليوم يعني. تمام، يعني انت ممكن مثلا هي عندك نفس السؤال تسأله لشات جي بي تي 4 وجيميناي وبلاي جراوند وهكذا. ده موقع مثلا بيعمل صور، فخلينا نقول له مثلا صورة مثلا لبوي بلاي فوتبول، بيقول لي ان انت سهلكت الرصيد بتاعك، لو انا عايز المفروض ان انا ادفع فلوس. طيب ممكن من هنا تقدر تعرف اهم الحاجات، شات جي بي تي، التطورات اللي فيه، كلاودي ايه اخر اصدار، في حاجات زي ما انت شايف بالعربي اهي. تعال نشوف الحاجات اللي هي بالعربي. تمام، في حاجات مثلا مرجح لغوي، في حاجات تقارير جامعية، في حاجات مثلا بتعلم حاجات في الحاسب، في حاجات خاصة بالتقنية، فبتلاقي كل الحاجات موجودة. في حاجات كتير أول مرة واحد يسمع عنها. تمام، وممكن أنت تعمل بوت خاص بيك، تقدر تستخدم، تقدر كريت. فموقع ممتاز، ممتاز جدا. ممكن تقول له مثلا انا عايز الحاجات الخاصه بوبيلر، الناس كتير بتستخدمها، فجابها لها هي. في موقع مثلا ايمج كرييتور، في مثلا فوتو كرييت، ماي تيتشر جي بي تي، يعني شات جي بي تي هيعلمك اي حاجه انت عايزها. في حاجات خاصه مثلا بالالعاب، بالاي اي، بالبروجرامينج، كود لاما مثلا، ماي بروجرامر، وهكذا. فموقع يعتبر كنز لانه شامل لك كل الحاجات دي موجوده في مكان واحد. المشكلة بالنسبة لي ان انا الرصيد بتاعي خلص، فاول ما ينزل رصيد جديد او لو شريت نبدأ بقى نعمل فيديو نسأل نفس السؤال لأكتر من ذكاء اصطناعي ونشوف الإجابة بتاعتهم أنهي واحدة فيهم الأفضل.